سلام، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال كما العاده. الا كنتو اول مره تشوفوا لا فيديو ديالي، ما تنساوش تضغطوا على ابوني وتفعلوا داك جرس الاشتراك باش يوصلكم اي جديد. يلا مرحبا بكم. اليوم غادي نوجدوا دي ميني كيك اللي ساهلين ماهلين، خصوصا في هذا رمضان هذا. والديسير هكا خفيف ظريف للسحور او للفطور، ودي ميني كيش. مهم بقاو معنا في الفيديو، فيه بزاف ديال لي غوسيت. يلا نبداو. بركة الله. دونك شنو غادي نحتاجو لهاد الوصفة؟ غادي نحتاج جوج كيسان ديال الدقيق، عطوكم المقادير ديال كاس العنبة. جوج كيسان ديال الدقيق، عندي هنايا كاس الى ربع ديال سنيدة، وعندي هنايا خميرة ديال الحلوى جوج اكياس، جوج اكياس هكا الوزن الصافي ديالهم 8 غرام. وغادي نحتاجو قبيصة الملح وجوج بيضات، طبعا حرارة المطبخ. وغادي نزيد كاس الى ربع ديال الحليب او لا دانون على حسب الموجود، طبعا ديما على حسب اللي عندكم في الدار. يلا بهاد المكونات هذه غادي نحضروا احسن ميني كيك صراحه وجد اقتصادي جدا. دونك ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. غادي نحتاجو كذلك ربع كاس ما عمرش ديال الزيت والزبده مخلط، وغادي ندير جوج بيضات. ديالها بحال بودغ، ندوزوها في الغربال بحال هكا صافي. هنا غادي نحتاجو كما كتشوفوا لهاد ليمو ديال السيليكون. انا عندي خديت هاد الشكل هذا، وهادو قديت فيهم دونك غادي نبدا نعمر. والاحسن حاجه انكم ما تعمروش بزاف، يعني غير النصف وتحيدو صافي. والمول الثاني درتو على هذا الشكل هذا، وزوقت السطح ديالو باللوز ايفيلي وهذا والشوكولا، الشوكولا كما كتشوفوا. دونك غادي ننتقلوا دابا للمول الثاني. دونك كما كتشوفوا خديت هذا المول هذا، هنايا درت ضفت هنايا المكسرات، هنا شويه ديال الزبيب قطعتو طرونش صغارين، والقرقاع واللوز مهم درتهم هكا صغارين، يعني طرونش هكا صغارين، ودرتهم هما الاولين في المول. وغادي ناخد هذا اللي بقى ليا، وغادي نكمل به. وكما قلت لكم ما تعمروش بزاف، يعني غير حدكم حد النص وتحبسوا. دونك كما كتشوفوا هانتوما ثلاثة ديال هذيك الكونتيتي اللي شفتو، خرج منه ثلاثة ديال المول، ودابا غادي نديرهم في الفران يطيبوا. دونك ماشي نيشان هنخشهم في الفران، غادي نديروهم في الطاوة ديال الفران،
صافي، وهي لا ريزولتا فينال. بلاطو ديال ميني كيك كيشهي، تاخدي شويه شويه من كل شيء وصافي. يلا ندوزو المقادير ديال لي كيش. كيجيو بنانين، كيجيو بنانين وسالين في التحضير، يعني خفن زربن. يلا ندوزو المقادير. هنا خديت لي شامبينيون، هادوك اللي كيكونوا في العلاب. هنايا لادن ديجا درت ليه التوابل ورقدتو، وهنايا بصله واحده مشلضه مزيان. دونك غادي ناخد هاد المكونات وغادي نضيف البصله تشحر مع شويه ديال الابزار والملحه. ولا دانت راني طحنتو باش عطاني هاد الكفته. صافي، وغادي نزيد التوابل الخاص بالدجاج، وغادي ناخد شويه ديال صافي. وهذا هو الكيس ديالنا، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، راه بنين بنين بزاف. يلا ندوزو لتحضير الديسير، خفيف كما قلت لكم، ساهل بمقادير جد بسيطه. يلا نشوفوا كيف غادي ندوز. غادي نصاوب الصراحه فلون خفن زربن. نصاوب فلون فيه السكر والحليب. وغادي ناخد فلان، مهم اي فلان، مهم انا غادي ناخد هاد فلان، هادي اللي بالشوكولا. شوكولا ندوز
ندمجها مزيان. صافي ها هو دابا ملي 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 فاض غادي نعمر هاد الكيسان. نخلي شويه باش نخليهم حتى يدفاو، غادي نغطيهم بهادي وغادي نخليهم حتى يدفاو وغادي ندخلهم للثلاجه. ها شوما دابا غادي نزوقهم. صافي هو هذا هو الديسير، زوقته بشويه الفريز وبنان ودرت واحد البودر ديال اللوز من الفوق. وبصحه والراحه، يلا السلام عليكم، ونسيتي بارطاجي هذا الفيديو. سلامه.